من فريق بقى الرجال هنروح لفريق السيدات، والحقيقة يعني بيتعاقد مع الفرنسية أوليا إيبا تومبو لتدعيم سيدات الطايرة. الحقيقة أن كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي أعلن منذ أيام قليلة عن التعاقد مع الفرنسية أوليا إيبا تومبو علشان تنضم لصفوف الفريق الأول لسيدات الكرة الطايرة بالنادي بداية بقى من السيزن الجديد أو السنة الجديدة. وطبعا أكد كابتن خالد العوضي أن اللاعبة الفرنسية وقعت على عقود انتقالها لصفوف النادي الأهلي لمدة موسم واحد فقط، وشاركت في التدريبات الجماعية للفريق عقب طبعا الانتهاء من يعني أمور التعاقدات، ويعني يمكن بشكل مباشر على طول شاركت في التدريبات الجماعية. أوضح طبعا مدير عام النشاط الرياضي أن أوليا هتمثل إضافة كبيرة جدا للفريق، وأن التعاقد معاها يأتي في ضوء تدعيم صفوف فريق سيدات طايرة الأهلي بالعناصر المميزة للاستمرار في المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة. طبعا يعني زي ما احنا عارفين او يعني يمكن تابعنا الفتره اللي فاتت كان في كلام كتير جدا على اللعبة الفرنسيه، يمكن هي بتجيد اللعب في مركز الضارب الخلفي مركز اثنين، والحقيقه بقى يعني يمكن بعد التعاقد معاها بيستهل المارد الاحمر مشواره في المجموعه الاولى بمواجهه نظيره نادي الصيد، ومجموعتنا بتضم مع الاهلي والصيد كل من اصحاب الجياد والاتحاد السكندري ونادي وادي دجله ونادي الواي. طبعا يعني عايزين نفكر كل مشاهدينا ان الاهلي هو حامل لقب بالبطوله عقب فوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك في النهائي واللي اقيم على صاله الشباب والرياضه بمدينه السادس من اكتوبر.